عودتني فكرة الانتحار، يعني كتقول أكوا سيغ، علاش غادي نبقى أنا عايش؟ شنو غادي نبقى ندير أصلا؟ فمجرد قدرت نعتق راسي بأنني نبدأ نعاود لصحابي، نبارطاجي معهم داكشي اللي كنحس به، نعاود لهم المشكل. هادشي اللي خلاني يعني ني ديكلونشات فكرة الانتحار. صافي تما بديت كنخرج داكشي اللي كنحس به وكنعاود باش ما نبقاش بوحدي، ما نبقاش تراودني ديك الأفكار. ديك الفترة كان يعني سبب ديال الاكتئاب كان هو الطلاق ديالي، مريت بتجربة الطلاق وكانت مرحلة اللي صعيبة. وفي ديك 6 شهور يعني كانت قاصحة من ناحية التأثير النفسي ولا الصحي. أنا ما استوعبت المدة حتى تجاوزت الاكتئاب، لقيت أنني فعلا المدة ديال 6 شهور ما كنتش كناكل كوميلفو كيف قلت لك التمر والماء، وما دخلتش الكوزينة. بيني وبين راسي بشوية بديت كنفكر في الحالة اللي أنا فيها وأنا ناخد قرار. فقلت غادي نعيش هاد التحدي بأنني غان ديباسي هاد ديبريسيون، ولكن حتى لإمتى؟ فتما قلت غادي يكون آخر نهار ليا في الغرفة وفي داك الظلام هو النهار اللي غنسوتني موضوع البحث ديالي. أنا الحمد لله كنحس براسي مزيان، زعما ما كانش التأثير ديال الاكتئاب عليا فقط في ديك 6 شهور، وإنما كيف قلت لك بقاو التبعات، ولكن ربما ما فاتش عام. أهم حاجة تعرفت أهمية ديال العلاقات في حياتنا. نصيحتي ما غاديش تكون غير اللي كيعيش الاكتئاب، حيت اللي كيعيش الاكتئاب دابا ما غيكونش ربما عارف راسو كيعيش الاكتئاب كما كان واقع ليا. فنصيحتي لأي واحد، أي إنسان يعني كيمر من مراحل صعيبة في حياته، يوجد محيط ديالو انه يكون قادر انه يحتضنه. حاولتي تاخذ تحدي بحال اللي ما كيدرت انا، اوكي مزيان، ولكن الا حسيتي براسك غير باقي في البيرن اوت ما قادش ديباسيه، من الاحسن يعني تستشر مع اطباء نفسانيين ومختصين، حيت هما اللي غيخليوك ديباسيها بشكل صحي هذاك الاكتئاب وبسرعه.